لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال: باب في أحكام الإتلافات. باب في أحكام الإتلافات، هذا باب مهم. كل باب تقول لكم باب مهم مش كده؟ هذا باب مهم، وأنا أعيد دايما. لماذا؟ لأنه فعلا والله هذه المعاملات نقع فيها كثيرا بالأخطاء، أخطاء كثيرة جدا، وستسمعون وسترون ما يعني نقع فيه كثيرا، حتى أنني كثيرا وأنا أحضر هذه الدروس أفكر أن أخطب خطب جمع حول هذه الأحكام من كثرة ما فيها من مخالفات موجودة في يعني مجتمعنا ومجتمعات المسلمين. قال: باب في أحكام الإتلافات. قال: إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمان ما أتلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ. ولذلك الباب هذا باب في أحكام الإتلافات، هو المعنى أحكام الضمان. أحكام الضمان يعني متى يكون الضمان في المتلفات، متى يكون الضمان في المتلفات. قال: فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه. من أتلف مالا لغيره، أي شيء له قيمة مالية يسمى مالا، أي شيء له قيمة مالية يسمى مالا، أي شيء حتى ولو كان صغيرا. قال: وكان هذا المال محترما، لأن هناك من الأموال ما ليس محترما، يعني كالخنزير مثلا، كالخمر، كآلات الموسيقى، هذه أشياء ليست ممولة، هذه الأشياء ليست ممولة إلا في حق من أقررناه عليها، كإقرارنا لأهل الذمة عليها. فلو أن إنسانا مسلما مثلا أتلف لذمي خنزيرا في بيته، هو مربي خنزير في حظيرته نحو ذلك، أتلفه له، فإنه يعاقب على ذلك، وفيه الضمان بالقيمة المالية. وإن كان هو عندنا كمسلمين ليس له قيمة مالية، لكن لما أقررناه على ذلك فإننا نقره على القيمة المالية عنده هو وليست عندنا نحن. يقول: وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه. قال الإمام الموفق يعني ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. قال: وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. العبارة دي فيها مسائل. قال: سواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. العمد يعني إنسان تعمد أن يتلف مال إنسان، واحد خد من واحد الكتاب بتاعه وراح مقطعه يضمن ثمن هذا الكتاب. والسهو إنسان أتلف مال إنسان سهوا، هو سهيان أتلفه بأي صورة من الصور، أو خطأ إنه قعد عليه مثلا، كسره، سند عليه، أفسده نحو ذلك، هذا يضمنه. طبعا إحنا عندنا مشهور عندنا التعبير بتاع إيه؟ هتاخد العوض. إحنا مشهور عندنا هذا التعبير، هتاخد العوض. فهذا يدل على أنه له حق في الضمان، هو تنازل عنه ده أمر يرجع له هو، إنما لا يلزم بذلك ولا يعير ويقال له أنت بتقبل العوض، هذا مال وأنت الذي أتلفته سواء كان بالعمد أو بالسهو أو بالخطأ. قال: والتكليف عدمه، كله سواء. التكليف عدمه، التكليف يعني البالغ العاقل المكلف، اللي هو البالغ العاقل،
لو أنه كان بالغا عاقلا أو كان دون ذلك. يعني لو أن بالغا عاقلا أتلف مال غيره ضمن، لو أن صغيرا أو مجنونا أتلف مال غيره ضمن وليه أو ضمن من ماله. لو كان الصغير له مال، المجنون له مال، يضمن من ماله أو يضمن وليه. يعني حد صغير كسر العربية بتاعت حد، الإزاز بتاع حد، الباب بتاع حد، وليه يضمن، يدفع ثمن هذه الأشياء. قال: وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا، شوف هيضرب أمثله بقى، كمن تسبب في إتلاف مال، قال: كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه. واحد راح فتح الباب، الحاجات اللي جواه كلها طلعت تجري طارت، زي اللي واحد فتح القفص بتاع حد راح العصافير كلها طارت منه مثلا، هذا يضمن. نعم. قال: أو حل وعاء فانساب ما في الوعاء وتلف ضمن ذلك، وقع الجركن اللي فيه اللبن اللي فيه الزيت اللي فيه الكذا، وقعه سواء بالقصد بالعمد بالسهو بالخطأ، كله يضمن في هذه الحال. قال: وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها. واحد رابط الدابة بتاعته في البيت جنبه أو في الحلقة بتاعت البيت أو الحظيرة، جه واحد تاني راح حالل الحبل ده، الدابة مش اتاهت، اللي حل ده هو الذي يضمن. واحد قافل العربية بتاعته ومعشقها كويس وحاططها قدام البيت، راح واحد تاني فاكك الفرامل بتاعتها أو مش عارف الغيار بتاعها وهي واقفة في مطلع، كسرت حاجة، اللي حل الغيار هو اللي يعمل ايه؟ هو اللي يضمن. نعم. وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنه. واحد رابط دابة بطريق ضيق، حاطط جاموسة ولا غيره في شارع ضيق، واحد معدي راحت رفصاه عملت له أي تلف، يضمن. واحد حاطط عربية أو حاطط أي شيء قافل بيه الشارع، الناس ما همش عارفين يعدوا، لما حاولوا يعدوا اتأذوا، هو اللي يضمن هذا الإيش؟ الأذى ونحو ذلك. قال: لأنه قد تعدى بالربط في الطريق. وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدم بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ضمنه، لما رواه الدارقطني وغيره: من وقف دابة في سبيل المسلمين، يعني في طريق المسلمين أو في سوق من أسواقهم، فوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. فوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. وطأت يعني داست دفعت رفست نحو ذلك. أنت عندكم تخريج للحديث ده؟ نعم. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن عليه العمل، عليه العمل. وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره. يقول: وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة. يعني احنا يعني لو احنا نزلنا ده على واقعنا ابعد ما يكون في الحقيقه احنا عن ذلك. الناس تجد واحد مثلا يعني بيبني بيت، الشارع، انا اذكر ادكم مثال واقعي، انا كنت ساكن قبل سنوات في الشارع اللي في دار المسجد ده، الشارع ده كان اسفلت تماما يعني. انظر الشارع الان، لماذا؟ كل ما واحد يجي يبني عماره يقوم يعمل ايه؟ يتلف الشارع، يتلفوا، لانه بيجيب الادوات بتاعت المعمار، وبعد ما يخلصوا الناس اللي هم بيعملوا المعمار يسيبوا كل المخلفات فين؟ في الطريق ويمشوا خلاص. او ان تجد احيانا بعض الناس في بعض الشوارع وبعض الطرق هو مش عارف شويه ميه بتوع الشتاء بيقفوا قدام البيت عنده، ايه الحل؟ يروح يجيب عربيه ردم ويردم، والتاني يحط ردم، والتالت يحط ردم ونحو ذلك. كل هذا
من يتأذى منه ويتضرر منه يضمنه من فعل ذلك. طب هو يضمنه ازاي؟ ده ما حدش يعرفه يوم القيامة. فلذلك هذه المسائل كلها في الحقيقة في منتهى الحساسية. نعم. قال: وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره أو ألقى فيه حفرة. الحفر بقى، وما أكثر الإيش؟ ما أكثر الحفر. الناس دلوقتي كل واحد عايز يعمل حاجة يروح حفر حفرة ويسيبها ويمشي، بل أصبحت حتى النظم نفسها المقاولين ونحو ذلك يحفر الشوارع ويعمل إيه؟ ويسيبها ويمشي. نعم. قال: أو ألقى في الطريق قشر بطيخ ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه بذلك. نعم. يقول: وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا، وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل، وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب، حتى إن أحدهم ليستولي على الشارع ويستعمله لأغراضه الخاصة. أنت دلوقتي تلاقي الناس بياخدوا الشارع، كل واحد عامل في الشارع يعني حق كده مكتسب، البائعين الشارع عرضه مثلا 20 متر والمحل عنده جوه، يقوم ياخد هو من الشارع كل بائع 5 متر، بحيث ده 5 وده 5 ويصفوا في الشارع الآخر. وطبعا الصور يعني كثيرة جدا، كل هذا اعتداء. نعم. قال: ويضايق المارة ويضر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جراء ذلك. يقول: ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا، فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب. من الأمور الموجبة للضمان أيضا ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المارة وعقر أحدا، فإنه يضمنه لتعديه باقتناء هذا الكلب. والمسألة طبعا مسألة صور الكلاب التي انتشرت هذه أفظع وأفظع. نعم. يقول: وإن حفر بئرا في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها، لأنه يلزمه أن يحفظها بما يمنع ضرر المارة، فإذا تركها بدون ذلك فهو معتد. إن حفر بئر في فنائه، انتبه لكلمة فنائه، الفناء يعني خارج البيت، خارج البيت، وإلا لو حفر بئرا في داخل بيته فإنه لا يضمن لو دخل إنسان فسقط فيه. لو في داخل البيت ودخل إنسان فسقط في هذا البئر المكشوف هو لا يضمن. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان في دخوله أصلا دخل من غير إيش؟ إذن. إنما المقصود هنا فناء بيته يعني الخارج من البيت، المساحات اللي بتبقى قدام البيوت نفسها. على عادة الزمن القديم كان البئر بيبقى قدام البيت مثلا، فهذا الفناء لو حفر فيه خندق بتاع ده بئرا فلزمه أن يأخذ بأسباب الحفظ للناس. نعم. قال: وإن كان له بهائم وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس، فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل مضمون عليهم، فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت بالنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة. هذه مسألة أن أصحاب البهائم وأصحاب المزارع في بينهم تماس بيحصل أحيانا، إن أصحاب المزارع عندهم زرع وأصحاب البهائم بهائمهم تحب الزرع، ولذلك فمن المتوقع أو من الذي ربما يحتمل إن البهائم تذهب إلى الإيش؟ الزرع. فجعل الشرع ضابطا أن على أصحاب البهائم حفظها ليلا، على أصحاب البهائم حفظها ليلا، وعلى أصحاب المزارع حفظها نهارا، لأن بتاع المزرعة طول النهار في المزرعة بيزرع ويقلع، فشايف وعامل سياج أو نحو ذلك وهو شايف، فده يبقى مسؤوليته. طيب في الليل لأن أصحاب المزارع
يبيتون في بيوتهم. فإذا كان الليل من المسؤول عن البهائم؟ صاحبها، لأنها ممكن تمشي بالليل وتروح تخش المزارع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل مضمون عليه. قالها الأموال الإبل يعني والبقر والغنم، دي الأموال يعني المقصودة، وما أفسدت بالليل مضمون عليهم. طيب لو إنها راحت بالنهار وأكلت الزرع، من الذي يضمن؟ ظاهر الحديث والحكم العام في الحديث أن صاحب الزرع، لأنه هو مسؤول عن حفظ الزرع بالنهار. لكن هناك أحوال، قال إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه عادة، في قارينة تقول إن صاحب الأموال أو صاحب الدواب مفرط، إنه يجي يعمل إيه؟ ياخد الدواب بتاعته بالقرب من الزرع ويعمل إيه؟ ويرعى مثلا. طب ما هذا يحتمل إنها هتعمل إيه؟ هتخترق في أي لحظة وتدخل إلى الزرع. ولذلك العبرة بالحال، بمعنى إنه في الأصل إنه أهل الزرع يحفظونه بالنهار، إلا أن تأتي قرينة تدل على أن أهل الدواب فرطوا. فلو كانوا مفرطين يبقى هم يضمنون عند ذلك. يعني على سبيل المثال، واحد عامل للمزرعة بتاعته سور وقافله كويس، سور وقافله كويس، يقوم واحد يجي بالدبة بتاعته يروح مدخلها من مكان مثلا، يقول لك أهو بالنهار، ما يحفظها على أهل الزرع؟ لا، هذا يضمن بلا خلاف لأنه معتدي. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يحفظونها بالليل، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها نهارا، هو معاها وتخش تعتدي، لا، يبقى هو مفرط. نعم. قال: فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته. انتهى. يقول: وقد ذكر الله قصة داود وسليمان وحكمهما في ذلك، فقال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذه الآية ذكر أكثر المفسرين فيها أن سليمان عليه السلام وداود حكم في مسألة واحدة، كل واحد فيهم بحكم. الحكم الأول حكم داود الأب، حكم فيها بحكم، ثم تغير بحكم سليمان الذي كان أحسن. والمسألة كانت عبارة عن أن هناك بعض أهل الزرع وبعض أهل الأموال، دواب يعني بهائم، دخلت بهائم أهل الأموال إلى مزارع أهل الزرع فأفسدت الزرع، دخلت بستان أو حديقة كلت كل اللي فيه أو أفسدت كل اللي فيه. فلما جاءوا عند داود عليه السلام الأب، قضى داود عليه السلام بماذا؟ إنه الدواب تعطى لأهل الزرع خلاص، وده مقابل هذا، هذا مقابل هذا، إن تعطى الدواب لأهل الزرع ويكون هذا أخذ حقه. فحكم سليمان بحكم آخر وأثنى الله عز وجل عليه في ذلك وقال: فهمناها سليمان. وهو بدلا من أن يؤخذ المال من أهله ويمنع بالكلية عنهم وتنتقل ملكيته بالكلية ويكون فيه خسارة للفريقين، الأول خسر الزرع والثاني خسر الدواب بعد ذلك، فحكم سليمان أن يعطي أهل الأموال بهائمهم لأهل الزرع ينتفعون بها إلى أن يصلحوا لهم زرعهم، إنه يدلهم الدواب تفضل عندهم يأكلوا منها ويشربوا الألبان ونحو ذلك، إلى أن ينتهوا من إصلاح الزرع. قعد شهر، قعد يوم، قعد سنة، إلى أن ينتهوا من إصلاح الزرع، فينتفع هؤلاء ويقيم لهم هؤلاء ويعود بعد ذلك المال إلى صاحبه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعي الغنم ليلا، وكان ببستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم. يعني سيدنا داود حكم بالقيمة، سيدنا داود حكم بالقيمة، وسليمان حكم بالإيه؟ بالمثل، حكم بالمثل، فكان أقرب. نعم. قال: فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة. سيدنا داود حسب العنب اللي باظ قد إيه، اللي فسد بكذا، الغنم ده بكام، بكذا، نفس القيمة، قال خلاص دول ياخدوا القيمة بالغنم، فكان حكم سليمان أفضل للفريقين بعد ذلك. قال: فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل، الضمان مش شرط بقى قيمة معينة ولا شيء بعينه، الضمان. قال: وأن يضمنوا ذلك بالمثل، قال: بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف، مغله يعني الثمر بتاعه، يعني من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله به وأثنى عليه بإدراكه. انتهى. قال: وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لحديث الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة: رجل العجماء جبار. قال: والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وجبار أي جناية البهائم هدر. قال: إذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها، يعني كل اللي هتفعله الدابة دي بالمواجهة هو يتحمله، اللي هو بيعمله عليها حتى في القانون المرور الحديث في الجملة، وده أيضا في الشرع في الحقيقة في الجملة، يعني اللي بيواجه به القائد سايق دابة، سايق عربية نحو ذلك، اللي بيواجه به هو مسؤول عنه، فاللي راكب دابة الرجلين بتاعتها وإيدينها القدامانيين هو مسؤول عنهم بدماغها نحو ذلك، اللي راكب عربية مقدم السيارة هو مسؤول عنه، لكن لو حد خبط نفسه في المؤخرة بتاعت السيارة من وراء هو مش مسؤول عنه، وهكذا. ده في الجملة يعني. قال: وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها ورجلها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، يعني هو الراجل راكب الدبة واقف كده، راحت البهيمة رفصة واحد واقف وراها، هو ما يضمنش. ليه؟ لأن الرفص ده ليس فيه قدرته والتحكم فيه، إلا إذا فعل هو فعلا، إذا اقترن بالرفص دل على عمل منه يضمن به، زي مثلا إن هو يروح عامل أي حركة للبهيمة يفهم منها بالقرائن إن تخليها تعمل إيه؟ ترفص، أو العربية هو بيعمل أي حركة، بلاش حتى بيرجع، أي حركة معينة تروح العربية نطة كده مثلا لورا، فلو كان هذا دليل على عمل منه فيضمن حتى لو بالخطأ، يعني على سبيل المثال واحد بيطلع قدام أتالي بتاع عاملة لورا المرشدير، يبقى الخبطة اللي خبطها دي بتاعت مين؟ هو اللي يضمنها. ما الورا دي يبقى اسمها ايه؟ اسمها مقدمه. لو انا برجع بالعربية الورا وانا جايب مرشدير وماشي الورا، دي اسمها مقدمه، لان انا بعمل ايه دلوقتي؟ بقودها، بس الفرق ان انا
معبوك بس شوية، مقلوب، أنا اللي بقود سواء الخلف أو الأمام، المهم أنا بقودها. لكن إحنا بنقول هو مش بيقود، واحد مش بيقود، هو واقف والدبة بتاعته واقفة، رفست واحد برجليها، لا هو مش داخل عنده المسألة دي. نعم. قال كرجلها لحديث الرجل جبار. الرجل جبار، إن الرجل ما لهوش دعوة بيها، هو جبار يعني هدر هدر. والحديث ده فيه والبئر جبار، والبئر جبار، وهنا مش كل بئر، المقصود بالبئر أنه اللي في داخل البيت، وإنسان دخل البيت بغير إذن، يبقى البئر جبار في هذه الحال. قال في رواية، رواية أبي هريرة، قال رجل العجماء جبار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا. قال ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم، وكذا قال غير واحد إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق إلا الضارية. كذلك من الجبار إن هي بتجري في الصحراء، بتجري في الصحراء، صدمت حد وهي بتجري في الصحراء، هربت راحت في الصحراء، ليس عليه شيء، ليس عليه لمال، لأنه ما يملك في ذلك الشاردة ونحو ذلك لا يملك فيها شيء. قال وإذا صال عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. مسألة متعلقة يعني بالباب. إذا صال عليه آدمي أو بهيمة، إنسان فجأة لقى بهيمة دخل عليه، مش هتندفع إلا بالقتل، يقتلها حتى لو كانت ممولة لها قيمة مالية، يعني حتى لو كان له قيمة مالية هيدفعه بالقتل، مش هندفع إلا بالقتل، يدفعه حتى الإنسان نفسه إذا لا كان لا يندفع إلا بالقتل قتله. قال فلا ضمان عليه، لأن قتله دفاعا عن نفسه، أو قتله دفاعا عن نفسه، ودفاعه عن نفسه جائز، فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره، ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه. قال الشيخ تقي الدين عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق العلماء. ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والمجون، لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام. الزقاق، الزق، زقاق جمع زق، الزق زي يعني الحاجة اللي بيتحط فيها، يعني إناء بيتحط فيها أو عبوة، يعني إربة نحو ذلك. قال وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، قال فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك، فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لابد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسد. والشيخ طبعا بينوه على أنه هذه المسائل إن لم تنضبط تحدث فوضى. نعم. ولذلك هذا يدخل في الأمر معروف النهي عن المنكر، هذه الأشياء ليست ممولة، الخمر نحو ذلك، آلات الموسيقى نحو ذلك، هذه ليست ممولة، ليست مال يعني، فهذه الأشياء هدر، لكن عند إتلافها لابد من مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقف على باب في أحكام الوديعة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.